السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب أكاديمية ومدارس رؤى الفاروق، طلابي طلاب الصف الرابع. اليوم إن شاء الله رح نحكي عن المواد الموصلة والمواد العازلة للكهرباء. معكم معلمتكم حنان البك. درسنا في الحصة الماضية يا رابع عن مفهوم تيار كهربائي ودارة كهربائية. تيار كهربائي يعني كمية كبيرة من الشحنات، هنا زي ما شايفين هون في البطارية تنتقل كمية كبيرة من الشحنات عبر هذه الأسلاك. دارة هي عبارة عن طريق مغلق تمر فيه الشحنات الكهربائية. طبعا الدارة لها عناصر، لازم يكون في بطارية ومصباح ومفتاح. في دارة كهربائية مفتوحة زي ما احنا شايفينها هون. شو يعني مفتوحة؟ يعني بتيجي الكهرباء تمر تقطع عليها انت الطريق. ومغلقة يعني أن تكون الدارة الكهربائية أو الشحنات الكهربائية مسارها مغلق أو طريقها مغلق، فتكمل دورانها بدون ما حدا يقطع عليها حتى تصل إلى المصباح. طبعا هدول عناصر الدارة: مصباح، بطارية، مفتاح، أسلاك. المصباح مهم للكشف عن وجود التيار الكهربائي. مصدر الكهرباء هي البطارية. الأسلاك هي التي توصل الكهرباء إلى المصباح، والمفتاح للتحكم بإغلاق وفتح الدارة. هدول المعلومات اللي حكينا عنهم الحصة الماضية، وهين رجعت حكيتكم كتذكير لكم يا رابع. درسنا اليوم رح يفهمنا شو الفرق بين المواد الموصلة والمواد العازلة للكهرباء. ما معنى كلمة موصل للكهرباء؟ ما معنى مادة عازلة للكهرباء؟ تصنع الأسلاك من المادة النحاس زي ما احنا شايفين هيك. افتح السلك من جوا ايم المادة هاي البلاستيك، افتح على السلك بتلاقيه موجود فيه نحاس. الأسلاك جميعها تصنع من مادة النحاس. النحاس له القدرة على توصيل الكهرباء. يعني شو يعني كلمة توصيل؟ يعني بيمسك الكهرباء ووصلها، بنقلها من مكان إلى مكان، فهو له القدرة على توصيل الكهرباء. هذا النحاس متوافر بكثرة، موصل الكهرباء سهل التشكيل والثني، يعني بتقدر تمسك السلك انت وتثنيه بسهوله، عشان هيك هو مفضل النحاس في صنع الاسلاك الكهربائيه. هل يعني ذلك انه فقط النحاس هو الذي يوصل الكهرباء؟ فقط النحاس هو الموصل للكهرباء؟ اغلب المعادن هي موصله للكهرباء، عندنا الفضه، عندنا الذهب، عندنا الحديد، عندنا الألمنيوم. أغلب المعادن لها القدرة على التوصيل الكهربائي، لكن يمكن النحاس يفضل زي ما حكيت لكم لأنه طري، سهل التشكيل. يعني أنا بدي أحط سلاك بين الحيطان، بقدر أتني السلك أمشيه زي ما بدي، لكن مش معناته إنه النحاس هو فقط الموصل للكهرباء. بالعكس، يعني مثلا عندك الفضة أفضل من النحاس في التوصيل الكهربائي، لكن مشكلة الفضة مثلا إنه غالي الثمن. الذهب كمان مثلا من مواد اللي كتير توصيلها الكهربائي منيح، بس مثلا الذهب كمان غالي الثمن. الحديد صعب تنيه وتشكيله، صعب اني احط مثلا السلك واتنيه زي ما بدي، فعشان هيك فضلنا النحاس. لكن جميع المعادن هي موصله، او اغلب المعادن هي موصله للكهرباء. ماء الحنفيه او ماء الصنبور بسموه هو موصل الكهرباء. يعني انا هلا لو اجيت مثلا حطيت مي على الكهرباء بتكهرب. اصلا دائما بضلهم يحكوا لنا ما توصل المي للكهرباء، ما تمسك ايدك وهي مبلوله للكهرباء ممكن تكهرب. لكن ما السر في ذلك؟ راح افرجيكم هاي التجربه عشان نشوف السر في توصيل الكهرباء او في توصيل الماء للكهرباء. في عندنا ماء مقطر. ماء مقطر يعني ماء فيش فيه املاح، صفيناه بالمختبر، هذا بتصفى. ماء خاص ليس فيه املاح نهائيا، وهذا مختلف عن ماء الفلتر، ماء فيش فيه املاح نهائيا. حطيناه وحاولنا نوصل الكهرباء، المصباح ما اضاء. خلينا نشوف الماء تاع الصنبور. لما اجينا وصلناه لقينا ماء الصنبور ضوى المصباح وتم توصيل الكهرباء. شو فرق الماء المقطر عن ماء الحنفيات؟ وجدوا انه السر في توصيل الماء للكهرباء مش الماء نفسه، انما الاملاح اللي في الماء. الأملاح اللي في الماء هي التي توصل الكهرباء يا رابع. ولا الماء لو فيش فيه أملاح نهائيا وتم تصفية الأملاح منه وتقطيره بنسميه ماء مقطر، كان ما وصل الكهرباء زي ما صار بهاي التجربة عندنا هون.
التجربة تحت أثبتت إنه الماء نفسه مش السر في إنه هو نفسه الذي يوصل الكهرباء، والدليل لما جبته بدون أملاح ما وصل الكهرباء، لكن الماء الذي يوجد فيه أملاح هو الذي يوصل الكهرباء، فالسر بالأملاح، وهذا الذي يجعل ماء الصنبور ماء موصل للكهرباء. إذا فهمنا موضوع مادة موصلة، موصلة يعني بتمسك الكهرباء من جهة بتوصلها للجهات الثانية. طب لماذا تغطى الأسلاك بهاي المادة اللي هي البلاستيك؟ ليش ما أمسك السلك نفسه وليش بتتغطى بمادة البلاستيك؟ طبعا احنا عرفنا انه النحاس لو مسكته نفسه وحطيته بالكهرباء بتكهرب. طب بدي احاول امسك السلك انا، طب من وين امسكه هو كلياته زي هيك نحاس؟ راح يغطوه بهذا البلاستيك، وعرفوا انه البلاستيك مادة عازلة، عازلة يعني تمنع، تعزل، تحجب، بنسميها تمنع مرور الكهرباء لأجسامنا. اذا البلاستيك اللي بنغطي فيه كل الاسلاك حوالينا، روح انت هلا اليوم على سلك الثلاجه، سلك المكنسه، سلك المايكروويف، سلك الغاز، سلك المكوى، كله عباره عن مغطى بماده البلاستيك. ليش؟ عشان لو صار ومسكت السلك انك ما تتكهرب. طبعا لو لحظه فلتت جهه من هاي الماده البلاستيك او انقطعت ممكن تصير تتكهرب، عشان هيك احنا بنروح مرات بنغطيها وبنحط عليها مطاط اللي هي زي التب، تب الكهرباء بنسميه، بالزيق بسموه التب، عشان نمنع كمان الكهرباء توصل لأجسامنا. إذا شو معنى مادة عازلة؟ مادة تمنع مرور الكهرباء لأجسامنا. هون يا رابع رح أعرض لكم تجربة بين الفرق بين المادة الموصلة والعازلة. هون طبعا هيو هون عم باله بشوف الدارة الكهربائية، وهيو هون ضواها وبين إنه كل الأسلاك شغالة صح وكل إشي تمام، وهون عم بجرب الدارة ولا الدارة بتشتغل، والمصباح هيو بشير عليه وبقول لكم هيو بضيء. بعد ما جرب الدارة الكهربائية وشافها إنها تمام وكله بتشتغل، حط بين الأسلاك مواد عشان يشوف هل هذه المواد توصل الكهرباء ولا تعزل، هل هي من ضمن المواد الموصلة ولا العازلة. طبعا هو للآن بيستعرض إنه البطاريات توصيلها تمام وكل شيء تمام، جاب خشب وجاب قطعة من النقود، النقود طبعا مجموعة من المعادن، حط الخشب بين الأسلاك زي هيك وبده يشوف هلأ الخشب هل رح تخلي المصباح يضوي ولا لا. طبعا بأشر لكم بقول لكم انه الخشب لما حطيته بنص الدارة عزل، منع وصول الكهرباء، فعشان هيك المصباح لم يضيء. شو بتتوقعوا لما يحط المعدن اللي هي القطعة المعدنية هاي؟ ها خلينا نشوف أضاء المصباح. إذا القطعة المعدنية لأنها مصنوعة من معادن ما حجبت أو منعت توصيل الكهرباء، بالعكس مررت، يعني ما كانت قاطع بين الأسلاك، لا بالعكس هي مسكت الشحنات ومررتها عادي، مش زي ما صار مع قطعة الخشب. إذا من المواد العازلة للكهرباء تمنع وصول الكهرباء الخشب، الزجاج، المفك هذا مصنوع من المعدن بسموه مفك تستر، تستر يعني ببين لي إذا في كهرباء جوا ولا لا. طب أنا كيف بدي أمسكه هو هون معدن؟ راح أحطه عليه من هون اللي هي هينا زي ما حكيناها الطبقة الخارجية، هي عبارة عن بلاستيك أو مادة عازلة، فعشان هيك هذا المعدن ما ينمسك بإيدي وأروح أنا أحطه بالكهرباء وأتكهرب، غطيناه بالبلاستيك هي اللي موجودة عندي فوق عشان أمنع وصول الكهرباء لجسمي. الخشب زي ما فرجيناكم هلأ مادة عازلة، الزجاج مادة عازلة، المطاط مادة عازلة، عشان هيك مرات بنستخدم إحنا لزق كهرباء بسموه تب، تب الكهرباء هاد، إذا انقطع السلك من لزق هذا التب، هذا اسمه من المطاط أو مصنوع من المطاط، هذا مادة عازلة. شو يعني مرة تانية عازلة؟ عازلة زي ما فرجيتكم بالتجربة هلأ، يعني لو حطيته بنص الدائرة رح تنقطع الدارة، ما رح توصل الكهرباء، بعزل، كأنه بقول الكهرباء لا ما في تمري، ممنوع تمري. وعشان هيك يا رابع زي ما احنا ملاحظين اللي بيجوا بيصلحوا الاسلاك الكهربائيه بيكونوا لابسين لباس معين، قفازات مطاط، اواعي من المطاط، عشان لو مسكوا السلك ما يتكهربوا. هذا الرجل طبعا هو كهربائي يقوم على تصليح الاسلاك الكهربائيه المقطوعه، فله لباس معين يمنعه من ايش؟ من توصل الكهرباء لجسمه، عبارة عن لباس من المطاط مصنوع. حتى إحنا إبريز هون ك
كمان زي ما احنا شايفين هون، شايفين القفازات، هو بيصلح بالكهرباء كيف القفازات مطاطية، مطاط من النوع اللي يعني سميك يمنع وصول الكهرباء إلى جسمه. حتى هون زي ما احنا شايفين إنه الأجهزة الكهربائية جميعها تتغطى في القوابس عنا، أو اللي هو مفتاح الكهرباء بمادة عازل، عشان لما أجي أفتح أو أسكر الكهرباء وأكبس على الكهرباء، البلاستيك هاد اللي موجود يمنع وصول الكهرباء إلى جسمي. لو طلعت حواليك كتير في مواد عازلة للكهرباء. خلونا هون نحاول نحل هذا السؤال مع بعض. أي المصابيح ستضيء؟ ألف باء جيم دال. فكروا معاي وشوفوا شو المادة اللي حطيناها بنص الدارة الكهربائية. الدارة الأولى لو لاحظنا وضعنا فيها بلاستيك اللي هو المشط، والبلاستيك شو حكينا عنه هلأ؟ مادة إيش؟ أحسنتم، مادة عازلة. طب فكروا بالدارة الثانية، وصلنا الكهرباء بالخشب، هذا الخشب اللي هو هون قلم الرصاص الخشب. هون خلينا الدارة مقطوعة، السلك مقطوع. هون وصلنا اللي هي المفتاح المعدني. تتوقعوا أي دارة من هاي الدارات ستضيء ولماذا؟ أحسنتم، الدارة دال هي اللي راح تضيء، وهي اللي راح تضوي المصباح لأنها معدن، مادة موصلة للكهرباء. أما الدارات الدانية الخشب راح يعزل توصيل الكهرباء فالمصباح لن يضيء. عندنا هون السلك مقطوع، هون البلاستيك كمان مادة عازلة تعزل وصول الكهرباء وتمنع وصوله. إذا فقط الدارة دال، لأنه المعدن بيمسك الكهرباء عادي وبيمرره منه ويكمل توصيل الكهرباء. فإذا هاي الدارة هي التي ستقوم بتوصيل أو بإضاءة المصباح، وهي مادة موصلة للكهرباء. كلنا عارفين إن معظم أسلاك الكهرباء بتبقى مصنوعة من نحاس أو الألومنيوم، إنما متغطية ببلاستيك. طب ليه بنغطي الأسلاك ببلاستيك؟ في تجربة في كتاب العلوم لسنة رابعة ابتدائي ممكن تفسر لنا ده. العناصر والتوصيل الكهرباء. الأدوات: بطارية، شوكة معدنية، قلم رصاص مبري من ناحيتين، شاليمو، لمبة صغيرة، أسلاك توصيل. الخطوات: اعمل دايرة كهربائية، وصل الشوكة بالدايرة الكهربائية، شيل الشوكة، وصل سن القلم الرصاص بالدايرة الكهربائية. شيل القلم الرصاص وحط مكانه الشاليمو. المشاة: اللمبة نورت في حالة القلم الرصاص والشوكة المعدنية، إنما في حالة الشاليمو اللمبة ما نورتش. التفسير: القلم الرصاص لأنه مصنوع من الجرافيت وصل الكهرباء فاللمبة نورت، والشوكة لأنها مصنوعة من معدن وصلت الكهرباء فبرضو اللمبة نورت، على عكس الشاليمو المصنوع من البلاستيك اللي ما وصلش الكهرباء فاللمبة ما نورتش. وده بيفسر لنا إن في مواد موصلة جيدة للكهرباء زي الجرافيت والحديد، وفي مواد رديئة للتوصيل للكهرباء زي البلاستيك. فده اللي بيخلي سلك الكهرباء معمول من النحاس إنما متغطي بالبلاستيك، عشان إحنا لما نمسكه ما نتكهرب.